قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن الخميس في اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث صفحة 22، ثانيا اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 57 و100 بعد الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم، من الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتدارس إن شاء الله تعالى عقائد السلف الصالح. أولا السلف الصالح رضوان الله عليهم، نجد في الغالب أن لكل واحد عقيدة، معتقد، يكتب ما يعتقد في الله سبحانه وتعالى، في الملائكة عليهم السلام، في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في الصحابة كذا. تختلف طبعا العقائد، لكن هي عقيدة واحدة لا شك في هذا، لكن تختلف يعني الأمور التي ترد في هذا المعتقد بحسب البيئة، بحسب الإشكالات التي ترد في العصر. يعني مثال، تجد بعض الأئمة يركز مثلا على خرق القرآن، البعض يركز على مثلا على الصحابة رضوان الله عليهم، البعض يركز على أمور في القضاء القدر بحسب ما يكون في هذا العصر، مفهوم؟ وبعضهم يطيل وبعضهم يختصر، والله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان شيء يعني يميل إليه. بعض الناس تعرف يميل إلى الاختصار، وبعضهم يميل إلى التطويل، وبعضهم توسط، وبعضهم يعني يسترسل في الكلام، فبحسب هذا ألفت هذه العقائد. يعني ولا مانع أن الإنسان يعني طالب العلم يعني يكتب أحيانا، يجلس ويكتب ما يعتقده في الله سبحانه وتعالى، في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في الصحابة، في الملائكة، في كذا، يكتب. لأنه قد يسأل، يأتي إنسان يقول أنت من تتبع من؟ قال أنا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الصالح. تبرأ من السلف؟ يقول أعوذ بالله، أنا لا أبرأ من السلف. قال ماذا تعتقد؟ يقول بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يعني يتدرب على كتابة هذا أو يحفظ، وممكن يخطب في خطبة أصلا. وهذا تعرف العقائد يعني قد تكون عندنا أكثر من عقيدة أحيانا الإمام، مثل ما ورد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الواسطية، العقيدة الحموية، صحيح؟ فتوى أو عقيدة، هذا ما يعتقده، فيتكلم هنا أحيانا بكلام، تجده هنا يتكلم بكلام آخر بحسب السؤال الوارد عليه أو بحسب المنطقة التي يتكلم فيها. فيعني يتدرب الإنسان حتى يعني يضبط هذه المسائل التي يعتقدها في ذات الله سبحانه وتعالى. ولا مانع أن يأتي الإنسان مثلا إلى العقيدة الواسطية، يحفظ العقيدة الواسطية، سؤال ماذا تعتقد؟ يسرد العقيدة الواسطية سر ولا إشكال. وأنت لو تنظر الآن في معتقد يعني مثلا في عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في عقيدة للشيخ بن عثيمين رحمه الله، تجدها هي تماما يعني قريبة من الواسطية مثلا. لماذا؟ لأنه يعني نحن نسير على طريقة السلف. أصلا شيخ الإسلام من أين أتى بهذه العقيدة؟ من الكتاب والسنة. نعم، وهؤلاء ساروا على هذا الطريق، لابد يسيروا على هذا الطريق، على طريق شيخ الإسلام، ولا إشكال في هذا. ونحن لابد نعترف لهم بالفضل وبالعلم، أنهم هم يعني أخذنا من هذا الطريق، من طريق مثلا لو تأتي مثلا كلام ابن القيم تجده قريب رحمه الله، قريب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تأتي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قريب من كلام ابن سعدي رحمه الله الجميع، وعلى هذا نسير. يعني هؤلاء يعلمك الآن حتى كيف تكتب العقيدة، كيف ترتب العقيدة، ما هي الأمور التي تذكرها. وهذه الفائدة من دراسة هذه المتون التي فيها معتقد السلف الصالح. ولابد تعرف ماذا تقول في المعتقد، مفهوم؟
نعم. الآن نبدأ ببعض العقائد المختصرة ثم بعد هذا المطول إن شاء الله تعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. قال اللالكائي قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأوزاعي رحمه الله تعالى فقال. نعم. أسئلة. لو تنظر في أكثر مؤلفات السلف، أكثر مؤلفات السلف هي فتاوى، ردود، نعم، أشياء سئل عنها، يعني لا يؤلف من أجل التأليف. ولهذا شيخ الإسلام، جل مؤلفات شيخ الإسلام هي على هذا القبيل، يعني لم يؤلف كتابة من أجل التأليف. ونحن في الغالب طلاب العلم اليوم، يجي الشيخ مثلا يقول أنا طالب علم ولا بد أن يكون لي مؤلف، لا، ما هو صحيح، ليس على هذا كان السلف. ألفوا لحاجة الناس، ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى هذه المؤلفات القبول. يعني الآن العقيدة الواسطية مثلا، عقيدة الواسطية الآن تدرس عندنا تقريبا في عام كامل، وهي في الحقيقة سؤال ورد لشيخ الإسلام. نعم. ألفها متى؟ بعد العصر بدأ يكتب فيها، قبل المغرب انتهى فرق منها، وإحنا نجلس نشرحها سنة. لماذا؟ وضع الله سبحانه وتعالى في علم البركة، لأنه ألفوا من أجل التأليف، لا، ألفوا من أجل حاجة الناس، ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى في علم البركة. مفهوم؟ سؤال يرد فيجيب عن هذا السؤال، وقد يجيب باعتبار حال السائل. وهذا كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إليه رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، الوصية كلها في لا تغضب. نعم. فرأى كل الخير في هذا، في ترك للغضب بحسب حال. إذن هؤلاء السلف رحمهم الله ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ساروا على طريقة الصحابة والتابعين واتباع، يذكر أحيانا في السؤال ما يتعلق بهذا الزمن بهذا السائل، وإلا فمعتقد السلف أكثر من هذا. مفهوم؟ أي نعم. يعني معتقد السلف كل ما في الكتاب والسنة، هذا معتقد السلف الصالح. وقد يلخص هذا كما لخص شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية. نحن الآن لماذا نركز على العقيدة الواسطية؟ لأن الأئمة ركزوا عليها. يعني عندنا الآن الطالب لابد بعد كتاب التوحيد يدرس العقيدة الواسطية، بل ويحفظها. لماذا؟ لأن فيها مجمل معتقد على السنة والجماعة في أمور متفرقة، وفق سبحان الله لجمع هذه الأشياء. مفهوم؟ مهمة جدا. نعم. قال سألت الأوزاعي رحمه الله تعالى فقال أصبر نفسك على السنة. نعم، لابد من الصبر. وقسم العلماء رحمه الله الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله ما يقدر الله العبد. صبر على طاعة الله، إذن لابد يصبر، يصبر على العلم ويصبر على العمل ويصبر على الدعوة. نعم. إذن يصبر أولا على طاعة الله، وثم يصبر عن معصية الله، عن الشرك والبدع والمعاصي، ويصبر على ما يقدر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فلا بد يصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اصبر، أصبر نفسك على السنة. على السنة، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية. نعم. وقف حيث وقف القوم. أقف حيث وقف القوم، يعني لا تتعدى، لا تتجاوز، لا تبتدع في دين الله، ولا تزيد شيء، ولا أيضا تنقص شيء، تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. القوم يقصد بالقوم والله أعلم السلف الصالح هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. لماذا؟ لأننا الآن عندنا سنة فعلية وسنة تركية. سنة فعلية، سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر مثلا. سنة تركية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان لماذا؟ لصلاة العيد. إذن هنا سنة تركية، لابد نترك ما نفعل. قال قف، لو هذا قال لا نريد نصنع أذان مثلا لصلاة العيد، نقول لا، هذه سنة تركية، تقف حيث وقف القوم، ما تتعدى. نعم. وقل بما قالوا. قل بما قالوا، ولهذا تميزت كتب الأئمة بهذا. يعني الآن تجد يتحرى أحيانا
يعني أنه لا يتكلم بكلمة إلا وردت في الكتاب والسنة. وانظر كلام شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام يتحرى دائما النصوص، يعني قال مثلا في تعريف التوحيد: من غير تحريف ولا تعطيل غير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال من غير تمثيل ولم يقل غير تشبيه؟ قال لأن هذا الذي ورد في القرآن، وإن استطعت لا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. مفهوم؟ يعني ليس معنى هذا أنه يأتي هذا ونسأله كيف الحال يجيب من الكتاب والسنة، لا. هنا في العلم لماذا يقول عندما يتكلم الآن بنصوص الكتاب والسنة كأنه يضرب عصفورين بحجر؟ الأول يستدل، صحيح، والثاني جاء بالدليل لا يستطيع أحد يرد على كلامه. وتميزت كتب السلف بهذا، أنهم ينتقوا النصوص، منها كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حتى في الأبواب في التبويب يقول قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ يتحرى هذا، وبهذا سبحان الله رفعهم الله. وعندما يحيد الإنسان عن هذا ويبدأ يتكلم بكلام كما تكلم علماء المنطق والفلسفة وهؤلاء، سبحان الله، نسأل العافية والسلامة، ظلوا. نعم. وكف عما كفوا عنه. نعم. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. هذا هو، إذا طالما أنه هذا الذي كان عليه السلف الصالح لا يمكن تتعدى. نعم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. يعني يقول أن بعض الأمكنة سلمت من بدعة الخوارج، بدعة علماء الكلام بهذا الكلام. ما السبب؟ ما السبب لانتشار البدع؟ ما السبب انتشار علم الكلام؟ كل إمام سيذكر لك نصيحة، ولا بد أنك تنتبه خاصة في هذه الأزمنة. نعم. قال حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق. نعم، قذفها إليهم، يقول بعض أهل العراق. نعم. ممن دخل في تلك البدعة، أي القول بخلق القرآن. نعم، القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق، الناس لا يعرفوا هذا. وشيخ الإسلام والأئمة قال ابحثوا في كتب السلف، هل يوجد هذا الكلام؟ لا يوجد. إذن من أين ظهر؟ ظهر من علماء الكلام والمنطق والفلسفة. نعم. بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. نعم. فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام. لا، لأن هذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعندما لم يحذروا، كما هو الحال بعض الناس اليوم، يقول اسمع ماذا قال فلان، اسمع ما قال فلان، تبدأ البدعة تنتشر، القول الباطل ينتشر، ومن نشره؟ نحن، إلا من رحم الله. أي نعم. وبعد هذا تأتي وتستقر في القلب ولا يستطيع أن يدفعها. نعم. واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. نعم. ولو كان هذا خيرا ما خصصتهم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. يعني ما يمكن أن تكون الخيرية إلا في هؤلاء الذين رافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ما لم يتكلم الصحابة ونحن نتكلم؟ نعم. وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم. نعم، اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يختار لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيرة القوم، ولا يمكن أن يسكت القوم ونحن نتكلم، فلا يسعنا إلا ما وسع القوم. نعم. ووصفهم لماذا؟ لأنهم أولا أتقى لله منا وأعلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصحابة لم يتكلم رضوان الله عنه. نعم. فكيف نحن نتكلم؟ نعم. ووصفهم بما وصفهم به فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نعم، لا يمكن أن يكون أفضل من هؤلاء بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الأمة هذه أفضل الأمة، وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. جزاك الله خيرا شيخنا الفضل. ماذا أخذنا؟
عقيدة الإمام الأوزاعي. نعم. أي فائدة؟ التمسك بالكتاب والسنة والصبر. ها. لا قلنا نعم قد يعني يأتينا بعض الأمور يعني غير موجودة في العقائد الأخرى. ما السبب؟ قلنا السبب بحسب ظهور بعض البدع، بحسب احتياج بعض الناس، بحسب احتياج السائل المنطقة وكذا، ولا العقيدة هي عقيدة واحدة أصلا. صحيح. أي نعم. قف حيث وقف القوم. أيوة. ما معنى هذا؟ يعني إذا أردت أن تسأل، إذا أردت أن تتكلم، أردت أن تفعل، أردت أن تعتقد، لابد يكون لك سلف أو لا تفعل. مفهوم؟ حيث وقف القوم. نعم. قلنا مؤلفات السلف في الغالب أنها كانت لحاجة الناس، ما ألفوا من أجل التأليف كما فعل بعض الناس اليوم، يؤلف حتى يقال عنه يعني هو فلان ابن فلان المؤلف المحقق أسد المنابر خطيب مسقع كذا كذا كذا. مفهوم؟ أي نعم. ما ألفوا من أجل التأليف، ألفوا من حاجة الناس. مثل هذا الآن سؤال يرد، وقلنا الشيخ الإسلام مثلا سؤال ورد للشيخ الإسلام من أحد قضاة واسط ألف العقيدة الواسطية في يعني قد تقول ساعة وتدرس مدة سنة، بركة وضع الله سبحانه وتعالى في علم البركة لما ألفوا لحاجة الناس. مفهوم؟ أي نعم. أنا قلنا إن لهذا لابد أن ندرس ما السبب الدراسة، لماذا ندرس معتقد السلف الصالح حتى نسير على ما ساروا عليه. وقلنا يعني تعتمد في الغالب الآن عندنا على العقيدة الواسطية، تضبطها تحفظها، وإذا سألك إنسان تقول هذا معتقدنا. صحيح؟ أي نعم. نعم. يقول إن الغالب والذي يعني جعل كتب الأئمة وبخاصة الإمام مثلا عندنا البخاري رحمه الله شيخ الإسلام أنه دائما يتحرى الدليل، وأنه لا يتكلم إلا بما ورد في الكتاب والسنة. أي نعم. وهذا الذي جعل هذه الكتب ما يستطيع أحد يرد عليها أصلا، ثم الكلام فيه استدلال وفيه حكم. يعني مثلا يأتي واحد يسأل هذا يقول ما حكم هل أتوضأ بعد أكل لحم الجزور؟ يقول نعم، قال عليه الصلاة والسلام توضأ كذا من لحوم الإبل. مفهوم؟ فيأتي بالحكم وبالدليل في وقت واحد، وبهذا يعني يرتاح الحمد لله. نعم. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.